مصنع أوروك الأدوية والمستلزمات الطبية التابع للعتبة الحصرية المقدسة، يقع على مساحة قدرها 25 دونم. مساحة الأبنية في الخطوط المعقمة الغرف المعقمة 13000 متر مربع، مساحة المختبرات 1000 متر مربع، مساحة الأبنية الخدمية والصيانة 3000 متر مربع، عدد الأقسام الإدارية اللي تشكل نسبة 2000 متر مربع. المصنع حصل على إجازة الوجبة البحثية لغرض الاختبارات قبل شهر. الآن إحنا قاعد نصنع الوجبات البحثية اللي لا تطرح للسوق قبل الفحص، وإن شاء الله خلال 6 أشهر إلى 7 أشهر بعد نجاح هاي الوجبات تطرح للسوق المحلي. المصنع يشمل 9 خطوط إنتاجية، 3 في المرحلة الأولى خط الكبسول والحبوب في المرحلة الأولى جاهزة، خط ثاني قاعد ينجز بعد 3 أشهر، يعني راح يكون المرحلة الأولى 3 خطوط إنتاجية، تتبعها 6 خطوط إنتاجية تباعا. المؤمل إنه يكون إنتاجه في بداية 2023. أيضا المصنع يشمل 3 خطوط للأدوية السرطانية وثلاث خطوط للمستلزمات الطبية في داخل هذه البناية. هذه البناية تشمل 4 مصانع. فإن شاء الله خلال الخطة الخمسية الأولى يعني بعد 3 سنوات راح ينجز 3 مصانع أخرى في نفس المنطقة توالي بالتوالي. العتبة الحصرية المقدسة دعم من سماحة المتولي الشرعي، قدموا الدعم خلال 2 سنين لخالقه ولا زالوا مستمرين في تقديم الدعم. الدعم المعنوي والدعم المادي وكل انواع الدعم الحمد لله والشكر. خلال 3 سنوات بدينا ننتج كوجبات بحثيه وهذا رقم صعب جدا، هذا كله فضل رب العالمين ودعم العتبة الحصرية المقدسة.